ازيك كابتن ناصر منور. تحياتي كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن اسامه عرابي، كابتن علي عبد الرحمن، كابتن بلال. مبروك للنادي الاهلي على الثلاث نقاط، وهارد لك لنادي اسوان. قبل ما نبدا يا كابتن، بعد اذن حضرتك بس كان ليا سؤال يعني. اتفضل. كنت عايز استفسر عن لقطات الفيديو اللي بيتابعها مستر كاتنبرغ. السؤال ده الناس كلها بتساله، اتفضل. مين اللي بيختار له اللقطات؟ تمام. الكل يعتقد ان كلاتنبرغ بيقعد بيتفرج على 9 ماتشات يا كابتن ايمن. استحاله ان الراجل يقعد النهارده مثلا، على سبيل المثال عندنا 3 مباريات يا كابتن بلال. فمش ممكن هيقعد يا كابتن عادل يتفرج على 3 ماتشات. ايوه. اذا النهارده في فريق عمل موجود اسمهم المقيمين للفيديو. كابتن اسامه بيقعد كده قدام الشاشه تابع المباراه كلها، بيسجل المباراه، بيشوف اللقطات اللي هي تستحق، اللي هي اللي فيها جدليه، يعني اللقطات الجدليه هو ذات نفسه المقيم بيختار ويبعت على كلاتنبرغ. كويس. اذا 9 ماتشات النهارده 9 مراقبين بيراقبوهم. كويس. وكل واحد شاف نقطه نظره ان في حاله جدليه بيقطعها وبيبعتها لكلاتنبرغ. هو الراجل النهارده بقى بيقعد يشوف ايه هي اللقطات اللي هي الجدليه قوي او المهمه قوي، ويبتدي يختار بعض اللقطات من ما بياخدش كل اللقطات يا كابتن ايمن. ليه؟ لو احنا افترضنا ان احنا عندنا 9 ماتشات، في كل ماتش فيه 3 العاب. ايوه. هيبقى عندنا 9 × 3 ب 27 حاله، استحاله يطلع فيديو ب 27 حاله. مظبوط. فهو بياخد بس الحاجات اللي هي ايه، مثلا في اختلاف مع الحكم مع الفار. ماشي. عشان يطلع يقول مين صح فيهم. ايوه. انت معايا؟ ايوه. او في قرار مؤثر في المباراه بيطلع يقول رايه. وبالتالي مش كل الحالات بيطلع يقولها، ولكن احنا نتمنى لما يكون في حالات جدليه يعني الجمهور او اللعيبه او كده نتمنى ان احنا نشوفها، ودي تجربه اعتقد مهمه جدا، مفيده جدا جدا. كمان بتخلي الحكام الفار كمان تخلي بالك تركز، لان انت صوتك بيطلع مع الحكم. صحيح. فالدنيا بتبقى يعني نتمنى التجربه تمشي ان شاء الله، ونتمنى التوفيق للتحكيم المصري.